معنا صور من هنا وهناك. ما زلنا في مدينة بيرغن الجميلة، هني السيتي سنتر. مدينة جميلة لا تفوتونها، اللي بيوصل أوسلو لا يفوت المدينة هاي. طبعا مثل ما قلنا لكم تعتبر المدينة الثانية. في النرويج مساحات شاسعة جدا في هالبلد، تحتاج إلى طائرة عشان أطير من مدينة إلى مدينة. فيها شبكة قطارات بطول تقريبا 4070 كيلومتر، لكن وين تكفي؟ وين تكفي على هالمساحات هاي؟ هذه الساحة الرئيسية ومسوق السمك بعد الساحة هاي والميناء. لكن مثل ما قلت لكم في شهر 10 يتوقف كل شيء، تصوروا حتى الباص السياحي موقف اليوم، يعني خلاص من أول 10. لا سفن سياحية لا باصات سياحية، واضطريت إني أجر سيارة. باكر مباشر إن شاء الله بعتمد على نفسي ما الأماكن اللي أبغى أزورها. تعقدت عندي الأمور، لازم أوصل إلى مكان الفلاني عشان أغير قطار وأروح للجهة الثانية. هذا هو الحل الوحيد، أنك تكون حر نفسك وسيارتك تحت يديك. عموما هذه لقطات من مدينة بيرغن الجميلة. ناس بصراحة قمة في الاحترام، جالية عربية كثيرة سواء من العراق أو من الصومال، جالي كبيرة جدا في النرويج بشكل عام وفي المدن الرئيسية بشكل خاص. أول ما تي عند التلفريك يجاب لك هذا الباص السياحي، وهاي المحطة إلى جبل أوركين. هذه القمة اسمها أوليكين، اللي طبعا نوصلها عن طريق التلفريك. القمة اللي كنا فيها قبل فيونا، جبل فلون جنب بعض، قريبين من بعض. من قمة أوليكين هذه مدينة بيرغن النرويجية. مدينة جدا رائعة، شوف الخلجان يا جماعة ده حواليها كل بحيرات خلجان. مدينة جدا رائعة نظيفة، يعني حتى الجو فيها رائع جدا، أنا شفت أحسن عن أوسلو. هذا علمهم، وإن شاء الله باكر بنكون معاكم في الريف النرويجي. أجر سيارة مدة يومين. هو نازل الصعود إلى القمة في الاتجاه إلى سيتي سنتر من بعد البحيرة. هذا فندق راديسون، هذه البحيرة من الأمام يا جماعة، هناك محطة القطار. هذا جبل فلوين وهذاك الجبل الثاني أوركين. نتجه إلى السيتي سنتر فندق راديسون بلو، كنيسة القديس كارلز نفس الشارع. السيتي سنتر في آخر الشارع، وأنت متجه ناحية الميناء. هذه قلعة المدينة سابقا وكوى المحمية للمدينة السابقة. طبعا هناك سور
عند البحر، سور كبير وقطع من المدفعية، كانت حامية المدينة القديمة، المدينة القديمة هاي واحد من المدافع السود. هذا واحد هني. نواصل التصوير. طبعا مدينة بريغن يا اخوان تعتبر المدينة الثانية في النرويج، وفيها مطار دولي كذلك، تقدر تيها من برا النرويج طوالي دايركت. شوف البيوت الملونة، هذه قلعة تستحق الزيارة، وتعتبر ميناء رئيسي جدا في النرويج، وفيها سفن سياحية وفيها بواخر تجارية وكل حاجة. تقدر تاخذ مني السفينة وتزور أهم الأماكن السياحية في شمال غرب النرويج، قصدي الخيران الكبيرة أو ما تسمى بال، هذا سوق السمك. على الخلجان يسمونه هني فيورد، كلمة فيورد خليج. الخلجان طبعا النرويج مشهورة بالخلجان الكبيرة جدا، واللي تمتد إلى مئات الكيلومترات. تصوروا مدينة بريغن، منطقة الميناء يا إخوان، وهذا مكتب السياحة، مكتب الاستعلامات، أي حاجة تقدر تسأل عنها هني. للعلم من شهر أكتوبر كل شيء يتوقف، أي شيء، أي مكتب سياحي أو نزهات بحرية، كل شيء يتوقف من أكتوبر لين أبريل. هذا مكتب سياحي فيتكم، تقدرون تحجزون منه حتى تذاكر رحلات من مكتب السياحة اللي فيه موجود في الميناء. هاي محطة القطار في بريغن، هذا ميناء مدينة بريغن. شوف المباني اللي حواليه، هاي القلعة قديمة، المدينة القديمة كانت منها هاك الصوب. قمة جبل فلوين كنا فوق هناك. نواصل التصوير. طبعا مدينة بريغن يا اخوان تعتبر المدينة الثانية في النرويج، وفيها مطار دولي كذلك، تقدر تيها من برا النرويج طوالي دايركت. شوف البيوت الملونة، هذه قلعة تستحق الزيارة، وتعتبر ميناء رئيسي جدا في النرويج، وفيها سفن سياحية وفيها بواخر تجارية وكل حاجة. تقدر تاخذ مني السفينة وتزور أهم الأماكن السياحية في شمال غرب النرويج، قصدي الخيران الكبيرة أو ما تسمى بال، هذا سوق السمك. على الخلجان يسمونه هني فيورد، كلمة فيورد خليج. الخلجان طبعا النرويج مشهورة بالخلجان الكبيرة جدا، واللي تمتد إلى مئات الكيلومترات. تصوروا مدينة بريغن. نواصل تصويرنا في شوارع وأزقة مدينة بريغن النرويجية. أحد الشوارع، أنا متجه حاليا نحو متحف الأسماك في آخر اللسان هذا. مدينة جميلة جدا، أنصح من يزور النرويج لا يطوف. هذه المدينة ومدينة مولدي لا تطوفونها، أهم مدن. وفي نقطة يا أخوان بعد كذلك، بس بعيدة جدا، يعني في آخر مو في آخر النرويج، بس المهم تبعد تقريبا عن أوسلو 1100 كيلو. هاي تعتبر آخر نقطة في العالم، آخر مكان في العالم، لأن بحر بعدها البحر والمحيط المتجمد الشمالي. للأسف مكان بعيد، وهاي بالها يبغي لها زيارة مرة ثانية. لكن أنصح اللي بيزور النرويج والسويد يزورها من قبل شهر شهر 10، عندك 7 8 6 7 8 9
كل شيء شغال، كل شركة سياحية شغالة. من شهر 10 كل شيء توقف، تصوروا حتى الباص السياحي، بغيت الباص السياحي عند شهر 10 ما في، كل شيء موقف. صورة من زاوية ثانية على سوق السمك، وجنبه تقدر تشتري تذاكر إلى أي مكان تبغى تزوره، سواء في الباص ولا في الباص السياحي ولا في السفينة. وهذا أنا متجه صوب القلعة، هاي نشوف البيوت محلاهن صفة، كل واحد لونه غير عن الثاني. وقت النزول من جبل فلوين، في طبعا هذا فيها الترام الصغير مثل ما قلت لكم عن طريق التلفريك او الترام. نحييكم من احلى اطلالة بانورامية من مدينة بيرغن النرويجية. أن مدينة بيرغن تقع في الشمال الغربي من أوسلو، حدود 500 كيلو متر صوروا بالقطار 7 ساعات وبالطيارة 50 دقيقة إلى هالمدينة. فيها مطار دولي، ومثل ما قلنا لكم كانت هذه العاصمة فيما مضى، يعني العصور الماضية قبل انتقالها إلى أوسلو، كانت هذه عاصمة النرويج. والمناطق يا اخوان اللي بين هالمدينة وبين مدينة مولدي، بعد في مدينة مولدي في الشمال، والخلجان تعتبر قمة في الروعة وقمة في الجمال بين هالمدينة وهذيك المدينة. يعني تبعد عنا مولدي، تبعد عن بيرغن بعد تقريبا 500 كيلومتر. مشكلة الطرق كلها جبلية، ويعني اللي بسوق السيارة بيتعب، تشوفون كله جبال وكله، خصوصا في قرب شمال النرويج كلها من المنطقة كلها سلسلة من الجبال. فأفضل طريقتين القطار أو الطيارة. مدينة بيرغن النرويجية، وتعتبر ميناء مهم جدا، سواء ميناء سياحي أو تجاري للنرويج.